السلام عليكم. هذا الشيء راه ماشي ديال المسلمين، كيف ما حنا تنوقفوا مع خوتنا الفلسطينيين وتوقفوا مع خوتنا السوريين وتوقفوا مع كل شيء، حتى هذه خاصها تكون وقفه احتجاجيه لاي واحد يحسب ليه هو الراجل. راه حنا حتى حنايا عندنا والدين الاولاد وعندنا باواتنا رجال وما نبغيوش يديروا بحال هكايا. كاين هذا الشيء راه حرام، واللي صور هذا الفيديو الله ياخذ فيه الحق، واللي تعدى على هذه السيده هذه الله ياخذ فيه الحق. انا تنتمنى لهم ماشي الاعدام كيف ما دار ليها هي، حتى هو يدار ليه بحال. هنا كيجي الطلب الشعب، الطلب ديالنا وديالكم. دابا بغينا الوزارة العدل تعطي شي حكم اللي يبرر الرأي العام في حق هذا المجرم، وكذلك هذوك الوحوش اللي اغتصبوا الطفل رضا بمكناس. وأضعف الإيمان هو الإعدام، ويحس بالألم اللي حسات به ويتعذب عرق بعرق. عاد داك الساعات نشوفوا معاه الإعدام. الإعدام راه ساهل، غتجي وغادي تشنقيه ولا غادي تجي وغتضربيه بالقرطاس. اختي اش نقول لك، ما في ما يتشاف. انا في الاول ما عرفتوش، في الاخر عاد بديت نميز شكون، وبقات فيا ما قديتش نكملو، ما قديتش نكملو. الله ياخذ فيه الحق، لا اللي صور ولا اللي تعدى عليها ولا اللي كاع اللي دخلوا عليها ولا كاع كلهم كيف ما داروا ليها. هادشي فعل ديال ماشي بنادم مسلم، هادو راه ماشي مسلمين. بزاف عليهم باش يقول لك اشهد ان لا اله الا الله، هذا راه ماشي راجل. انا اصلا ماشي راجل، اللي غادي يضرب المراه وغادي يحط يديه عليها راه ماشي راجل. راه خاصو ياكل الدق هذا، راه اللي غيحط يديه على مراه يفكر بان راه عنده مو وعنده اختو وعنده بنته قبل ما يحط يديه على المراه. صافي ما بغيتيهاش عطيها التيسع بعد منها. كاع هذا قرقوبي، بزاف على القرقوبي بزاف على الحشيش، هذا ضغينة، هذا حقد بنادم مرتو في راسو. ماشي القرقوبي اللي تيدير هذا الشيء، احنا عام 20 القرقبيه و20 سكيريه وما تيديروش بحال هكا. تنعرفها بزاف هاد مش الفيديو، ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك. انا من قالوا لي تصدمت، انا تصدمت. تنقول لهم لا راه ما كايناش هذه القضيه دي، ما تقولوهاش. وتيقولوا كل واحد شي يقول، كل واحد شي يقول الله ياخذ الحق. قالك ملي تطيح البقره تيقوى وسكاكن بنادم قبل ما يدير ها يدير على يديه على قلبه ويقول انا بقات فيا داك السيده. اللي دار هذه الحاله راه كنبغيو ليه يتعاقب باقصى العقوبه، لان باش انسان يجي يقتل واحد السيده راه مغربيه ومسلمه، وهذا راه ما يبغيش اليهودي وما كنبغيوش يجي واحد يقتلو ولا نصراني. هذا واحد عايش معاك وكابر معاك وكتشوفو فهمتي فهمتي، عاد واحد اللي كتشوفه ياكل معاك وتشرب معاه. انا ما شفت لا فيديو لا والو. انا ملي كنجي هنا، جيت من الدار البيضاء خدام هنا في سميتو، عاودوا لي قال لك تكرفص عليها بزاف. اما باش شفت شي حاجه ولا حضرت شي حاجه، انا راه ما كايناش. الدريه ماشي بنت الدم، انا ماشي من هاد البلاصه، انا غير جيت هنايا من الناس اللي كيرمموا هاد الديور القدام ديال فن التراث. ومني جينا هنا كنخدم انا في هاد 13 بوقرون، وعندي واحد الرياض هنا في زنقه الجوطيه، وليت واحد من هاد الناس. راه كاع الناس كيعرفوني هنايا، راه كلشي كيعرفوا الصحراوي ولا واحد منهم. هاد البنيته شفتها وكانت ظريفه وما عمرنيش قالت لي شي كلمه ديال العيب، وقال لك كانت مسكينه شويه سميتو. واني راه داك الشيء ما بعيد على باش انسان يجي يقتل واحد الروح، راه كيف ما كانت راه ما يبغيها حتى شي واحد، واخا تكون في واحد الجنسيه اخرى ماشي مسلمه. خاصو يتعدم الميريت ديتر، فهمتيني؟ خاصو يتعدم. سي لا سول سوليسيون، بس اخرين حتى هما ياخذوا احتياطات الناس اللي بحالو. الاعدام خاصو. نعم شفتي الفيديو؟ اه شفنا. ما فيه ما يتشاف. كيألم داك الشيء، كيألم. غتقول ماشي حنا في دولة عربية، الشيء كيألم في القلب بزاف. اش غادي نقول لك؟ خاص الدولة تاخذ احتياطات من هذا كل هادو حيوانات ماشي بشر. كيألم داك الشيء في القلب. اه الله يصبرها، الله ياخذ فيها الحق. بغينا لي عدا بقات فيا، شفت الفيديو بقى فيا. لكن اقسم بالله ما نعست ديك الحاله اللي شفت، ما نعست اقسم بالله العظيم. الله ياخذ فيها الحق.
ما قدرتش اقسم بالله انا راجلي يمسخني ما قدرتش الليل كله عيا قلت له دابا ياش قلت لك دابا في الطريق دابا قلت لك وليت كنتخيل داكشي غير شويه اللي شفت الله ياخذ فيها الحق بغينا ليها الاعدام بحال هاد المنكر صعيب شويه ما بقاش الامان ما بقاش زعما لا اله الا الله اعدام قليل في حقه سي الاعدام وبجوج بيهم ماشي غير لا داك اللي كيصور ولا داك اللي كي حتى هو خاصو يتعدم على خيبال هذيك البنيه كنت كنشوفها صغيره من هنا كدوز وبنت داخله سوق راسها ما كتلحق حد ايوا هادشي اللي كنت بالي الله انا ما شفتوش ما عنديش انا فيه وغنبغي هذاك زعما يموت بقاش حل من الاب يقتلوه حيت قتلو روح تكرفس وداك الشيء اللي قالوه يا خياب يا لطيف حرام عليهم انا عندي حفايدي ما نبغيش انا داك الشيء انا مسلمه واش نقول لك اختي راه خصو واحد العقاب الشديد هذا الشيء اللي كاين حنا لاحظنا الفيديو من خلال الفيديو اللي لاحظنا راه واحد شنقول لك واحد التوحش يا اختي وبزاف والله العظيم بالله تاثرنا بزاف داك الفيديو هذا الشيء ما خصوش يكون في المغرب يعني الانسان دابا غادي يولي خاف بنادم كاين اللي كيبغي يجي يدوز الفاكونس ديالو هنا في المغرب ما بقاش كيلقى راحته ولا بنادم كيجي وغادي في الطريق ومخلوع هذا الشيء راه ولينا كنشوفوه بزاف اختي بزاف هذا الشيء والله الا بزاف انا ولاد السيكتور حنا ولاد الكزا كنعرفها اختي شنقول لك الله ياخذ فيه الحق بزاف اختي تاثرنا والله ما قديتش نكمل الفيديو انا اثر فينا الفيديو بزاف الله ياخذ فيه الحق هادشي اللي نقدر نقول لك اختي واش نقول لك اختي راه خصو يلقى الجزاء ديالو العين بالعين والسن بالسن هادشي اللي شفنا ما خصوش يكون هنايا وما خصوش يتعدى على البنات بحال هكا بغا كاع يتكرفس عليها وما يديرلهاش ديك الشوه هكاك حرام عليه زعما ما بغيناش ليها ديك الشوه مسكينه كنعرفوها كتقدى عندنا هنايا وبنت زعما الله عمرها دار وعمرنا علاش شنا عليها شي حاجه خايبه ولكن ما خصوش تكرفس عليها هكاك زعما ملي شنا داكشي زعما تلمنا تعذبنا في طحنا بشكل خايب داك والله الا بقات فينا زعما حقيقه ما نكذبوش على الله خايب ما خصوش كاع ينشرو بحال هكاك وهو خصو يتعذب خصو يتعذب بحال هكاك دار البنت هكاك ما خصوش يدير لها كاع هكا كاع بينو بيه انا اختي ما عمرني ما شفتهم معاه لا ما كنعرفوش انا كاع اصلا هي كتقدا انا الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها هادشي اللي نطلبوا زوينه بنت زوينه والله عمرها دار زعما ما شفنا عليها حتى حاجه خايبه هذا هو حق ولله كاع الا كانت شي حاجه خايبه فيها بيناتها وبين الله ما حنا ما عمرنا شفنا شي حاجه خايبه الله يرحمها ويوسع عليها هادشي ما نطلبوا لها الرحمه وما نبغوش الاخونا اخواتنا الاسلام بحال هكايا يتكرسوا عليهم ماشي معقول انتيني ان بحالنا بحالها حتى حنا وليات حنا انسان ماشي بنادم حيوان حاشاك وداكش الحيوان ما ديليش هكاك اختي هذا الاعدام قليل فيه حتى حنا عندنا وليداتنا عندنا هذا بزاف هادشي لالا ديك اللي في مكناس وليد عنده 10 سنين وهادي ثاني خلاص بزاف هادشي ولادنا كيمشيو للمدرسه ما بقيناش كاع كنقدو نخرجوا حنا براسنا كنشوفوها وكنعرفوها وكدوز زعما ما ماشي واخا تكون دارت لي دار داكشي ما خصوش يدار بزاف داكشي ما عمرنا شناه ولينا خايفين على ولادنا وعلى بزاف شناه ولادنا صغار ما خصوش يشوفوا داكشي شافوه كنا كنظنوا ان هاد محل هاد الفيديوهات او المشاهد انك تشوفهم غير في الديب ويب او الانترنت المظلم لكن للاسف ولينا كنشوفوهم في المجتمع ديالنا والصغير يشوفهم قبل الكبير ورينا لهم باش ما يتعرضوش لذاك الشيء وبزاف هادشي اعدام قليل فيه يا شيخ خصو الاعدام خصو ماشي غادي اختي يحبسوه اختنا احنا اختنا اختنا ماشي غير اختنا راه ما كنعرفوها كنعرفوها اختنا كنعرفوها صغير مع عمرها سقات مع عمرها وقفت عليك ولا مدات لك يدها ولا قالت لك عطيني وانا شي خصو الاعدام خصو يتعدم اختي هادشي بزاف هادشي هي اللي كتخدم على امها لما كنشوفوها امها مسكينه باقا دابا كتدوز كتالم كتقول لك الله ياخذ فيه الحق انا براسي قالت لي ما كيبغونش نعلم بيه وخاف يديوني كيجي كيقول لها لا الا علمت بيا نديك نضاتي نقتلك لك معاها خصو الاعدام اختي هادشي انا ما شفتش بعيني وانا على ما كنسمع انا ما شفتش بعيني على ما كنسمع خصو الاعدام خصو يتعدم هذا ماشي واحد عبره لواحد اخر خصو يتعدم هذا ماشي واحد عبره لواحد اخر بقات فينا حنان معلوم اختنا منك انت راسك جبت غتبقى فيك حنا خوتنا حنا مسلمين معلوم غنبقاو بعضياتنا
حنا علاش حنا مسلمين باش نقاو بعضياتنا؟ هادشي كثير بزاف اختي. شناه ما فيه ما يتشاف، هذاك ما خاصهم كاع يديروا هذاك الفيديو، ما خصوش يبينوا كاع، غير خليها هكاك. شفت الفيديو انا ما عجبنيش الحال صراحه، انه هي بنت الحومه يعني ماشي تاسفوا بزاف بهذه الحاله هذه اللي وقع، وكنتمنوا ان شاء الله العداله تاخذ مجراها في وتحكم بالحق، فهمتي؟ شفت الفيديو ما عجبنيش صراحه، انا ما بغيتش نكملوا، واش نكملوا حيت ما كاينش شي حاجه اللي غادي تشوفيها يعني غادي تعجبك في داك الشيء، تشوف شي توحش، وكنتمنوا من الدوله هي تاخذ الحق ديالها في هذه السيده هذه وتعطيهم الحق ديالهم، حيت الام ديالها صراحه شفتها مع الصباح وهضرات معايا مع الصباح هنايا، ما تتاسف. انا اللي كنطلب ليه هو انه الدوله انه تاخذ المجرى ديالو في هذا الشيء اللي كيوقع في المغرب، يعني ولا الاجرام بزاف، ولا بزاف ديال الاجرام، يعني فين ما مشيتي كتولي غادي مخلوع، فهمتي؟ يعني ما بقاش بنادم يقدر انه يتحكم في راسه، يعني يمشي مع الشارع ويرجع مرتاح، يعني كل شيء ولا خايف، فهمتي؟ خاصه هنا في المدينه بزاف. كنطلبوا الاعدام، ماناش هذا المجرم هذا السفاك هذا القتال هذا ايوا هادشي اللي كاين، الله ياخذ الحق. سمعت به وصافي، انا ما شفتش الفيديو، انا سمعت به وصافي، كانت من المدينه هنا كنعرفها، ايوا معلوم بقات فينا، يكون ولو ماشي مسلم يبقى فيك، ايوا خص هذيك خصو اعدام، ماشي الا السجن. هنا كيجي الطلب الشعب، الطلب ديالنا وديالكم، دابا بغينا الوزارة العدل تعطي شي حكم اللي يبرر الرأي العام في حق هذا المجرم، وكذلك هذوك الوحوش اللي اغتصبوا الطفل رضا بمكناس، وأضعف الإيمان هو الإعدام.